شيء سري وغامض ضللت أمتلئ به وأنا أحدثك للمرة الأخيرة. نظرتك المشدودة إلى شيء لا يراه سواك، ربما كنت تنظر إلى ارتعاشة قديمة في ذلك الحيز الضاج بالحبر الذي جمعنا معا، أو ربما إلى قطرتي الندى اللتين تتدحرجان بعمق في مهاوي قلبك غيث ومحسن، أو إلى سماء الغيث فتيحة، أو إلى مقطع أخضر من الحكاية التي غزلناها بالعرق والحكايات والأحلام أمك السادية. في تلك اللحظة كأنه ابتسم أيها الأصدقاء، كأنه رأى ما لم نرى وجها نورانيا يرشده إلى المعنى، سرا يتلألأ في وجودنا الأبقى هناك حيث لا جدران ولا أبواب، أراض أخرى من ذهب وزعفران وروح وريحان. توفيق الساخر الكبير كان يحرك أصابعه كيفما اتفق في الفراغ يجعلنا نصدق أنه لا يخيط رحيله المفاجئ. خرجت سعيدا سعيدا رغم ذلك التردد الذي يأكلني، لأنه أخيرا قرر الخروج من غيبوبته. قال عن المرض إنه قاطع طريق، وأنا استمعت إلى قصته منذ بدايتها حين كنا نتهجى معا أطراف الأرض. لم يتغير توفيق، لم يأكله الطول والعرض والعمق والارتفاع، ظل مطلقا العنان لقلبه منذ أن تعرفت عليه بكلية الآداب بنمسيك. أتى إلى الكلية باحثا عن إشباهه، كان يتلظى قصصا ولغة وحلما وشوقا إلى الضوء، يكتب كأنه يعزف عاصفة، يطلق جياده المتمردة في النص فتتحول كلماته إلى لآلئ لا أول لها ولا آخر، كأنه توفيق آخر يكسب باستمرار ودأب، يصطاد الحكايات سمكة سمكة ويحرص أن يلقيها في مياه روحه حتى لا تموت. نشر الكثير من النصوص في جريدة الصحراء المغربية، يسابق نفسه في الغيوم المرفوعة في خياله ويقيسها بنصوص صديقيه الحميمين منير باهي وسعيد شفاج ومصطفى القلوشي أيضا. يمتلئ بضحك كثير كلما رأى اسمه في الجريدة، ثم يرفع رأسه ويمضي. وعرفته في حلقة الكتاب الإبداعية التي كان يشرف عليها الأستاذ مولاي علي القرشي، وبعده الأساتذة عبد الفتاح الكرد ومصطفى الجباري الذي كان حاضرا للتو بيننا، وقاسم مرغاطة ولطيفة البصير. نلتقي كالأشرعة في سفينة الحلم، وبدأ اللقاء الأسبوعي يتحول إلى لقاء يومي، ثم سرنا لا نفترق نطارد الحلم الذي اشتهيناه في المكتبات والمقاهي ودور الشباب. يلاحق روايات عبد الرحمن منيف الذي يعتبره سقفا روائيا، قرأها كلها ونام فيها واستيقظ. أذكر أنه دلني على كتابات مؤنس الرزاز، أشهر في وجه أحياء في البحر الميت، وأشهرت في وجهه الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل الإيمي الحبيبي. تبادلنا الروايات والدواوين الشعرية وكتب النقد الأدبي والأحلام، واتفقنا على أسماء واختلفنا حول أخرى، وسرنا في ممرات مجهولة ننزلق في الظلام ثم نصنع من عنادنا حبالا من نور. وها أنا أراه اليوم جبلا من ورد يبكيه أصدقاؤه من مرارة، وأمضي إليه مغفورا بضباب ناعم ذي نكهة ملائكية. وأذكر أن أهداني بحثه الجامعي لنيل الإجازة في اللغة العربية قائلا بالحرف: الشيطان الذي يركبك يركبني أيضا. ولم يكن لنا من شيطان يسلبنا العمر سوى حقول الأدب المزدحمة بالأنبياء. وأذكر أننا التقينا في جريدة الاتحاد الشراكي، وظل مسترسلا في الكتابة كأن جوعا منسيا يمسك بأصابعه، يكتب في كل المواضيع بدربة ورشاقة، يصحح وجاج الكلمات، ويتابع عن كتب الإنتاجات التلفزيونية. ألم يكن معلمه هو الراحل الكبير مصطفى المسناوي، لادعا وساخرا كان ومتابعا جيدا لما يمر تحت الأسيجة.
يستهدي بإرشادات المعلم ويترك معرفته تتراكم وتتسع وتنضج. يفاجئني كثيرا بما لا أعرفه، يكسب ولا يتساءل، يصر على السبق والإجادة والتحديق طويلا في شاشات العالم، ولم يتخلى عن القصة، ظل يكسبها في أوقات الصفاء إلى نفسه. ثم التحق بأسبوعية البيضاوي التي ارتمى بين ذراعيها كقلم في أول اهتزازه، ضم كلماته إلى كلمات الصحفي القدير عبد الرحيم أريري، فتعلم كيف يقبض على الجمر، وظل قيمة مضافة للبيضاوي التي تعمدت باسم جديد هو الوطن الآن، قبل أن ينضاف إليها موقع انفاس بريس. ظل يسهر إلى آخر الليل يكتب البورتريهات المطرزة والحوارات الافتراضية الساخرة والمقالات الفنية الزاخرة بكل معارفه، يكتب بأصابع كاملة ممتزجا حتى الأخامس بزملائه مريم خونة وبجمع أشفري ومحمد بوستة ومنير الكتاوي وسعيد المخنت ويوسف الخطيب ورشيد الصولدي وفاطمة ياسين ومن التحتي وعبد الله أريري ومن الصولدي وآخرين. ومع ذلك ظل توفيق وفيا لقلبين من الاتحاد الشراكي بدلاه حبا بحب وأشجار بأشجار، يزورهما باستمرار ويدلف إلى دفئهما وهو في كامل خضراره. حفيد الفارسي الحاضر معنا الآن وعماد عادل كان يحتمي بهما دائما من ألامه وجراحه ومخاوفه، يهرب إليهما من الكسل والفوضى لأنه كان يدرك جيدا أنهما الربيع الذي ينحني على شتائه. لم يتغير توفيق، قد يستاء لكنه يستاء دون دموع كاذبة، وحين يلقاك يسارع إلى إدخال استيائه في سبات عميق. المحبة لديه هي الأصل والباقي مجرد اختلاجات. تزوج توفيق وأصبح الفرح مهنته، وجد في زوجته الطيبة والخلوق فتيحة ملاذا آمنا من كل الانكسارات القديمة، وتعلم سريعا أن الحياة أشجار وحطاب وأن الأسلوب هو الحرص على الخضرار. وجاءت فرحته الأولى محسن والثانية غيثة، واصطخب الورد في دمه. صار توفيق أجمل في بيته، يلهو بالأفلام ويكتب السيناريوهات والقصص ويعالج المقالات ويجعلها ترتدي الكثير من أناقته. وفي كل هذا الخضم كان يجد وقتا وتيرا لأصدقائه الكثيرين، يتسبب شوقا إليهم ويزورهم في منازلهم ومقاهيهم المعتادة، يسأل هذا وذاك في الأعراس والمآسم، يخدم بأهدابه ويجعلهم في حضوره كأنهم يملكون الآلئ. توفيق مصباح لا يملك الجدران بل يصنع النوافذ. ويا صديقي يا أخي يا زميلي يا رفيقي يا توأمي، كل الأنفاس بعدك صحراء لا حدود لها. كم أشعر الآن بأنك كنت سقفا ومروحة، كم أشعر الآن بأني أفتقدك حرفا حرفا وقصة قصة وفيلما فيلما. كنت دائما الأفضل لأنك كنت تجعل من كل لقاء موعدا أول. رحمك الله يا صديقي.